السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل النهاردة فيديوهات الـ C++ بعد ما كان في توقف الفترة اللي فاتت، ونتكلم النهاردة عن الـ String Class. طبعا الـ String Class هو كذلك الـ Vector وبعض الـ Classes المشهورة في الـ Standard Library. فكرة الـ String Class إن هو بيكون عبارة عن هاندل زيه زي الـ Vector، كذلك بيكون الـ Data متخزنة في الـ Free Store أو في الـ Heap عن طريق الـ Dynamic Memory Allocation. وعندنا الـ String بيكون ليها الـ Handler اللي هو بيعمل تنظيم لـ لعملية الأكسس للسترينج الإليمنتس. لو حبينا إن إحنا مثلا نعمل بعض الأوبريشنز عليها، مثلا زي نحط أو نضيف كاركتر، نشيل كاركتر، نعمل كونكاتينيشن لاتنين أريز وهكذا. عندنا هنا الهيدر فايل، وطبعا في حاجة مهمة أو نقطة في السترينج كلاس، إنه هو طبعا علشان لما بنخزن في الـ Dynamic Memory Allocation بيكون في زي overhead. لما بيكون الـ string بتاعتنا صغيرة، يعني مثلا 10 11 15 كاركتر، مش محتاجين إن احنا نحطها في الـ heap علشان كل الـ overhead. فممكن نحطها في الـ class object نفسه، وفي الحالة دي 15 كاركتر او اكتر او اقل مش هتاخد مساحة كبيرة ومش هتسبب اي مشكلة، على خلاف ان احنا لو حطيناها في الهيب طبعا بيكون في اوفر هيد، بنعمل اللوكيشن وهكذا، فمش مستاهلة ان احنا نحط العدد الصغير ده في الهيب. طبعا علشان هنتعامل مع دايناميك ميموري اللوكيشن، فبيكون عندنا دايما الفايف كونستراكتور اللي هو الديفولت كونستراكتور، واتنين كوبي الكوبي كونستراكتور والكوبي اساينمنت، والاتنين موف. طبعا اتكلمنا عنهم كتير قبل كده وعارفين ايه الفرق بينهم، وهنشوفهم كذلك في الفيديو النهارده. وفي النهاية عندنا الديستراكتور. عندنا هنا السبسكريبت اوبريتور بنعمل له اوفرلود. طبعا عرفنا او اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاوفرلود. و هنا بكل بساطة بنعمل اكسس. طبعا عندنا هنا البوينتر ده اللي هو المكان اللي متخزنة فيه الكاركترز بتاعته. طبعا ممكن يكونوا في الهيب في الفري ستور، او ممكن يكونوا داخل الاوبجكت نفسه. عندنا لو نلاحظ هنا عندنا اتنين دايما، حتى في الفانكشن اللي بعديها مثلا في اتنين، فلو لاحظنا في واحدة منهم بنلاقيها كونست، وده علشان ان احنا لو حابين نقرأ ونكتب. في الحالة الأولانية، في حالة إن احنا حبينا نكتب، الفانكشن بتعمل لنا return لي reference بحيث إن احنا نقدر نكتبه. وفي الحالة التانية زي ما إن احنا مش نحتاج إن احنا نكتب، فعلشان كده بترجع لنا ما بترجع لناش reference، وبتكون عندنا هنا constant. بعد كده عندنا الـ add function. طبعا الفرق ما بينهم ان هنا بيكون في range check، يعني لو حبينا ان احنا مثلا نشوف هل الـ element ده خارج الـ string بتاعتنا ولا لا. لو حبينا مثلا نعمل access بيه، لان طبعا زيه زي الـ subscript، ولكن هنا بتكون في check للـ range. عندنا هنا الـ plus equal operator، وده زيه زي الـ أي operator بنعمل له overload. وهنا فايدته في حالة الـ string إن إحنا لو حبينا نضيف character في نهاية الـ string. طبعا هنا لو نلاحظ إن إحنا عندنا character واحد، هيكون عندنا كذلك overload. لو حبينا نعمل concatenation بنجمع اتنين strings على بعض، بيدينا في الحالة دي بناخد اتنين string مش character واحد، بناخد اتنين string وبنعمل string جديد. عندنا هنا function كذلك، لو حبينا نعمل access مباشرة لل C style string access،
طبعا في الحالة دي بيطلع علينا بوينتر ل char، وده طبعا في حالة ان احنا حبينا نقرا، و في الحالة هنا في حالة ان احنا حبينا نكتب، والحالة اللي بعديها في حالة ال constant char دي لو حبينا ان احنا نقرا. عندنا ال size وال capacity. طبعا ال capacity لما بنكون عاملين allocation بيكون عندنا، يعني ما بنعملش allocation بالظبط، بنعمل بزيادة شوية بحيث ان احنا بعد كده لو انطلب مننا مثلا نضيف حاجة على السترنج يبقى عندنا مكان، مش كل شوية نروح نعمل allocation بالظبط. ففي الحالة دي ال capacity بتكون اكبر من السايز بتاع ال private member. عندنا ال short max، دي طبعا اكتر عدد ممكن نخزنه في ال object، ولو زاد الكاركترز اللي موجودين في السترينج يعني العدد اللي هو 15 ده بنروح عاملين الالوكيشن في الفري ستور. عندنا هنا السايز، وهنا الحتة بقى مستخدمين يونيون علشان يا اما نخزن في الفري ستور يا اما نخزن في الاوبجكت نفسه. هنا عندنا طبعا دي array بتكون من التايب char، وعندنا هنا الفاريبل ده طبعا لو في حالة ان احنا استخدمنا ال array هنا للتشار، ال variable الاولاني اللي هو ال int space ده مش هيبقى ليه استخدام، ده هنستخدمه لما بنروح نعمل allocation في ال free store. وبيقول لنا بقى ال space اللي عندنا، وده طبعا ال pointer بتاعنا بنحطه هنا، وال space بتقول لنا احنا عندنا كام متاح ممكن نخزن فيه في ال free store. طبعا في حالة ان احنا مش هنروح في الفري ستور وهنخزن الداتا في الاوبجكت نفسه، فهيكون عندنا السبيس مش مستخدمة، واحنا نبقى عارفين ان احنا الماكس بتاعنا في حالة التخزين داخل الاوبجكت هيكون 15. عندنا هنا بعض الهيلبر فانكشن لو حبينا نعمل كوبي او موف، ودولت هنستخدمهم كذلك في الموف والكوبي كونستراكتور. نشوف على الامبلمنتيشن. عندنا هنا أول حاجة ال constructor العادي size 7، ده طبعا لو ال user عمل مجرد variable string بدون ما يدي أي data ليها، ففي الحالة دي size هيكون 0، وال pointer هيكون اللي هو ال ch اللي هي موجودة في ال object نفسه. في حالة إن احنا لو عملنا construction لل string و اليوزر ادانا سي سترينج، دي الحالة اللي هي بتكون مثلا زي كده. يعني عندنا هنا الهلو دي عبارة عن سي سترينج، بتكون كونست شار بوينتر، وبتروح حاطينها في او محولينها للسترينج. طبعا السترينج ده التايب الخاص بيه. نرجع تاني للكونستراكتور. هنا بناخد ال const char pointer واللي هي بي، والمفروض ان احنا بي دي طبعا بنشوف هل هي اكبر من ال short max اللي هي ال 15 ولا لا. لو كانت اقل من ال 15 مفيش مشكلة، بنروح حاطينها في ال ch. طبعا بنستخدم هنا عندنا string كوب، طبعا بنحدد الاول ايه ال pointer بيشاور فيه. فلو هي اقل من 15 هيبقى البوينتر بتاعنا هيكون بيشاور على ال CH، ولو هي اكبر من 15 فبنعمل allocation. طبعا هنا بيكون عندنا ال size نفسه بلس واحد، ال size ده بنجيبه من ال length بتاع ال string. بناخد واحد زيادة علشان بنعمل او حابين ان احنا نعمل zero termination. هنا لو لاحظنا حطينا كذلك صفر في اول element في ال ch، وده معناه ان احنا عندنا ال string يعتبر فيها element واحد فقط، و قمت بزيرو معناها ان هي فيها zero termination. بعد ما عرفنا هنخزن فين سواء في ال object نفسه او في ال free store، بنعمل دلوقتي copy، مستخدمين هنا ال function string copy. ننتقل لل copy constructor، وال copy constructor بنعمل call لل function copy from، ولو لاحظنا كذلك ال move constructor بنعمل call لل function move from. نروح لل function copy from و move from ونشوف فيهم ايه. طبعا هنا بيجي لنا
object من نفس الكلاس بتاعنا اللي هو السترينج. وفي حالة الكوبي بنكون عايزين ان احنا نعمل كوبي منه بدون ما نغير اي حاجة في الاوبجكت اللي جاينا. ولو لاحظنا هنا عشان كده عاملين كونست، وده الكوبي كونستراكتور، او دايما الكوبي كونستراكتور بيكون بهذا الشكل. هنا عندنا الفانكشن دي بنعمل لها كول من الكوبي كونستراكتور. طبعا الاذر عنده ميموري، سواء متخزنة في الاوبجكت او متخزنة في الفري ستور، واحنا كذلك عندنا ميموري بتاعتنا. والميموري بتاعتنا دي عايزين ان احنا نفضي كل حاجة فيها وناخد اللي جاي لنا من الاذر. طبعا علشان نسهل الموضوع، لان احنا ممكن تكون الميموري بتاعتنا مثلا اكبر او اصغر، فنحتاج ان احنا نعمل اكسباند وهكذا. ففي الحالة دي هنعمل حاجة أسهل، إن احنا هنروح عاملين مسحين كل الميموري اللي عندنا، عاملين لها ديليت، وبعدين عاملين اللوكيشن لميموري جديدة بنفس السايز بتاع الأصل. بنشوف الأول طبعا لو احنا أقل من الشورت ماكس مش هنحتاج نعمل الكلام من ده. طبعا الشورت ماكس هيكونوا في الحالتين نفسه، فساعتها هنروح عاملين كوبي مباشرة لكل حاجة، حتى عاملين لكل الحاجات اللي موجودة داخل الأوبجكت. ومنشاورين على البوينتر بتاعنا، خلينا بقى بيشاور على ال CH. طبعا ما كناش عارفين قبل كده، او ما كناش مهتمين ان احنا نعرف قبل كده هو كان بيشاور ايه. احنا بنعمل كوبي، فهناخد كل حاجة في الاوبجكت اللي جاي لنا، ونخلي البوينتر بتاع الداتا بيشاور على ال CH، وده في حالة ان احنا اقل من الشورت ماكس. لو احنا اكبر من الشورت ماكس هنشوف فانكشن اكسباند بيحصل فيها ايه. expand function expand زي ما قلت في الاول، ان احنا بنروح طبعا في حالة ان احنا هنا عندنا memory already، و او سواء ان احنا ما عندناش memory already، فبنحتاج ان احنا نعمل ميموري جديدة. فبيجي لنا هنا البوينتر ده المفروض ان هو اللي فيه الداتا، وعندنا ان بتقول لنا عايزين قد ايه، فبنروح عاملين اللوكيشن لميموري جديدة. ده طبعا بنفترض ان احنا ما عندناش قبل كده ميموري معمول لها اللوكيشن، والا كنا احتاجنا نعمل لها ديليت. فاكسباند بكل بساطة بتفترض الافتراض ده، وبناء عليه بتروح عاملة اللوكيشن لميموري جديدة، وعاملة كوبي للداتا اللي موجودة في البوينتر، وحطها في البي اللي هي الميموري اللي اتعمل لها اللوكيشن جديد، وعاملة ريتيرن للبوينتر. لو رجعنا تاني للمكان اللي كنا فيه، هنا افترضنا ان احنا فعلا ما عندناش، لان احنا بنعمل كوبي فروم. ف ده بيكون دايما في حالة ان احنا عندنا اوبجكت جديد، ولكن في حالة ان احنا بنعمل كوبي اساينمنت فمعناها ان احنا ما عندناش كوبي جديد. ففي الحالة دي هنضطر، لما هنروح بقى نشوف في الكوبي اساينمنت بيعمل ايه، فهنلاقي نفسينا بنضطر ان احنا نمسح الميموري اللي عندنا اللي معمول لها اللوكيشن قبل كده، ونبدأ من جديد كأننا لسه بنعمل كونستراكشن لاوبجكت جديد. لكن في حالة الكوبي اساينمنت ما بيكونش عندنا اصلا ميموري معمول لها اللوكيشن، ففي الحالة دي محتاجناش ان احنا نعمل ديليت لأي حاجة. عملنا اكسباند واللي هي المفروض بتعمل اللوكيشن لميموري جديدة، جالنا الميموري الجديدة، السايز طبعا نفس بتاع الاذر، والسبيس هنا طبعا السبيس هنا ان احنا ما عندنا، لان احنا عاملين اللوكيشن بالظبط للميموري بتاعت الاذر، فما عندناش ميموري زيادة. لو حب اليوزر ان هو يضيف كاركترز للسترينج، ففي الحالة دي هنضطر ان احنا نعمل اللوكيشن جديد، وبناء عليه السبيس ممكن تبقى اكبر من السايز. الموف ما فيش فرق كبير ما بينهم، وشفنا قبل كده امثلة كتير. لو لاحظنا هنا كذلك في الحالة ان السايز اقل من الشورت ماكس، دي طبعا هيكونوا نفس الحاجة، مفيش فرق ما بينهم، لأن دي طبعا بتكون array
ودي ما ينفعش تعمل لها موف. في حالة ان اللوكيشن موجود في الفري ستور، ففي الحالة دي هنعمل موف. هناخد بقى الموف معناها ان احنا مش هننقل ميموري، وهيكون عندنا ميموري، بيكون عندنا ميموري واحدة فقط، وبنغير الهاندلر اللي بيه يأكسس للميموري دي. بدل ما الأكسس كان عن طريق الكلاس أو الأوبجكت أذر، هيكون الأكسس عن طريق الأوبجكت بتاعنا اللي احنا بنعمل له كونستراكشن دلوقتي. فحطينا البوينتر اللي كان بيستخدمه الأذر، ولازم في الآخر نعمل انفاليديت للبوينتر بتاع الأذر علشان ما يروحش يستخدمه مرة تانية. هنا بنخليه، بنحطه له، نخليه شاور على ال CH بتاعته، وبنخليه له ال CH بتاعته بنحط له في الأول صفر، فبتكون كأنها يعني zero terminated string. كذلك ال size صفر وهكذا. فده طبعا شفنا أمثلة كتير على الموف والكوبي كونستراكت. نرجع تاني للمكان اللي كنا فيه. كنا في الكونستراكتور العادي، وبعدين انتقلنا للكوبي كونستراكتور وشفنا الموف كونستراكتور. عندنا هنا الكوبي اساينمنت والموف اساينمنت، وزي ما قلت في حالة الكوبي والموف اساينمنت علشان نسهل لنفسينا. طبعا في الحالة العادية بيكون عندنا ميموري وبيكون جاي لنا ميموري، فبنعمل كوبي او بنعمل موف، لكن علشان نسهل على نفسينا بعملنا دي اللوكيشن للميموري اللي عندنا، وعملنا ميموري جديدة. حتى هنا عملنا كول للفانكشن كوبي فروم وموف فروم، فاعتبرنا ان احنا كأننا بنبدأ من الاول. طبعا هنا مهم جدا ان احنا نعمل بروتكشن من السيلف اساينمنت، وبنشوف السايز طبعا لو اقل من الشورت ماكس. هنا لو السايز بتاعنا اكبر من الشورت ماكس، معناها ان احنا عاملين اللوكيشن في الفري ستور، فبنعمل ديليت للميموري. وكذلك نعتقد نفس، يعني لو لاحظنا ان هما نفس كل حاجه، الفرق الوحيد ان احنا بنعمل كول للفانكشن كوبي فروم، وهنا بنعمل كول للفانكشن موف فروم. الكونستراكتور طبعا بنروح عاملين ديليت للميموري اللي معمول لها اللوكيشن. في الدي كونستراكتور او الديستراكتور ما بنحتاجش ان احنا بقى نعمل كل حاجة، نسافر ونحط السايز، لا، لان هي كده كده هتروح معمول لها، تتمسح اوريدي من الستاك. المهم ان احنا عندنا فقط الميموري اللي معمول لها اللوكيشن، هي دي اللي لازم ان احنا نعمل لها ديليت او نعمل لها دي اللوكيشن، لان هي اللي ما بتتمسحش او ما بتعمل لهاش اللوكيشن اوتوماتيك. فلازم ان احنا نتأكد من النقطة دي. وطبعا علشان بنتعامل مع ميموري على الفري ستور، لازم ان احنا ناخد بالنا في حالة الكوبي والموف، لان ما احنا عندنا بوينتر بيشاور لكوبي لميموري معينة، وجينا عملنا كوبي للأوبجكت، البوينتر اتعمل له كوبي كذلك، فالكوبي الجديدة بقت برضو بتشاور لنفس المكان القديم، فلازم ناخد بالنا من الجزئية دي. عندنا هنا الرينج تشيك، وطبعا عندنا هنا التشيك فانكشن، والمفروض ان التشيك فانكشن دي بتشوف هل الاندكس بتاعنا خارج السايز ولا لا. في الحالة ان هو كان خارج السايز بنعمل ثرو لي اوت اوف رينج اكسبشن. اتكلمنا طبعا عن الاكسبشنز وتعرفنا عليهم قبل كده. عندنا هنا بقى لو حبينا ان احنا نضيف char واحد بس في نهاية الأري، هنعمل ايه؟ طبعا بنشوف الأول هل الأري بتاعتنا متخزنة في الأوبجكت. دي في حالة ان هو لو السايز كان أقل من الشورت ماكس، ولو كانت متخزنة في الأوبجكت وكنا على آخر يعني كنا واخدين المساحة كلها ومفيش مساحة جديدة نحط فيها. في الحالة دي لو احنا السايز بتاعنا قد الشورت ماكس بالظبط، فساعتها الكاركتر الجديد اللي احنا عايزين نحطه مش هينفع نحطه داخل الاوبجكت، وهنضطر ان احنا نعمل اللوكيشن جديد. هنا بنعمل اكسباند شفناها، اللي هي بتعمل اللوكيشن على طول بالان العدد اللي احنا عايزينه والبوينتر اللي فيه الداتا. طبعا البوينتر اللي فيه الداتا اللي هو اللي احنا فيه حاليا، اللي هو اصلا المفروض بيشاور على ال CH. وهنا السايز بتاعنا كان المفروض ان هو 15، عملنا كمان 15 كمان دبلناه، بحيث هو طبعا عايز يضيف كاركتر واحد، ولكن احنا عملنا بزيادة بحيث بعد كده
لو حب يضيف تاني يبقى مش هنحتاج ان احنا نعمل اللوكيشن تاني، لان احنا عندنا الكاباسيتي تسمح بكده. بعد كده احنا هنا في الحالة دي. طب في الحالة التانية بقى، لو احنا كان عندنا السايز بتاعنا اكبر من الشورت ماكس، ففي الحالة دي اوريدي احنا موجودين في الفري ستور. هنشوف بقى هل الكاباسيتي موجودة فيها مكان ولا لا. لو ما كانش فيها اللي هي يعني الكاباسيتي بصفر، فساعتها بنعمل allocation زي ما عملنا في قبل كده. عندنا كذلك بنعمل double للسايز علشان يبقى عندنا مساحة بعد كده، وبنعمل expand شفناها قبل كده. طبعا هنا expand بدتنا pointer جديد، واحنا عندنا بوينتر اوريدي اللي هو قبل ما نعمل له اكسباند، فساعتها هنحتاج ان احنا نمسحه. في الحالة الاولانية ما كانش عندنا اصلا بوينتر في الفري ستور، فعلشان كده ما احتاجناش ان احنا نعمل ديليت لحاجة. ولكن هنا الاكسباند معناها ان احنا مش هنعمل اكسباند فعلي، ولكن بنمسح اللي عندنا او بناخد جديد وننقل فيه اللي موجود عندنا اوريدي، وبنمسح الميموري القديم. فعلشان كده عملية الاكسباند او الالوكيشن لميموري جديدة بتكون كوستلي شوية، بيكون فيها اوفر هيد. في الحالة العادية خالص ان احنا الكاباسيتي تسمح بنقللها، وبعدين بنروح ضايفين الاوبجكت بتاعنا، وعاملين طبعا انكريمنت للسايز هنا، وعاملين ريتيرن لبوينتر للاوبجكت بتاعنا. ده طبعا علشان هنحتاجه ان احنا لما نجمعه على لان هنا في جمع ايكوال، ففي الحاله دي ان هي هتحتاج ان هي كذلك تجمع الاري القديمه مع الجديده مع الكاركتر اللي احنا ضفناه دلوقتي. الكاباسيتي طبعا قلناها واتكلمنا عنها، بتكون اللي احنا مستخدمينه والمتاح عندنا اللي هو السايز والسبيد. ده طبعا في حالة ان احنا لو كنا اكبر من الشورت ماكس. لو كنا اقل من الشورت ماكس فالكاباسيتي هتكون اللي هي الشورت ماكس. رينج تشيك شفناه، عندنا الكوبي والموف شفناهم، وهنا عندنا الاوتبوت ستريم. ده ما فيهوش اي مشكلة، مجرد ان احنا بنضيف كاركتر للاوتبوت ستريم. دي طبعا بتخلينا ان احنا لو حبينا مثلا نعمل زي سي اوت كده، فساعتها هتشتغل معانا. ليه؟ لان هي هتلاقي ان احنا عندنا فانكشن بتقبل الاوتبوت ستريم. في هنا لو حبينا الانبوت ستريم كذلك بيجي لنا الانبوت ستريم. الانبوت ستريم بناخد منه ونضيف في السترينج بتاعه. هنا بنشوف السترينج بنضيف عليه، بناخد جيت كاركتر بناخده من الستريم، وبنشوف طبعا هل هو في سبيس ولا لا، وبعدين بنضيفه على الستريم، بنضيفه على السترينج سوري، وبعدين بنعمل عملية ريتيرن للستريم. ايكوال دي طبعا بنمشي كاركتر طبعا لو كان السايز مختلف هيكونوا مش ايكوال، وبعدين بنشوف كاركتر باي كاركتر، وفي حالة ان هما ما كانوش ايكوال بنعمل ريتيرن لفولس مباشرة، ولو استمرينا للاخر وما عملناش ريتيرن فولس هنا بنروح عاملين ريتيرن للترو. نوت ايكوال عكس الايكوال. والبيجن والاند دي طبعا عندنا حالتين، حالة للريد وحالة للرايت، ودول طبعا علشان لو حابين نستخدم الرينج فور لوب. الكونكاتينيشن ده طبعا بنستخدم بقى الفانكشن اللي احنا شفناها قبل كده، وبنمشي كاركتر باي كاركتر وبنجمعهم على بعض، بناخد واحد من A وواحد من B وبنجمعهم على بعض. اوبريتور بلس ده كذلك اتنين array بنجمعهم على بعض، بنستخدم طبعا الكونكاتينيشن اللي هو موجود في الفو بلس ايكوال. طبعا هنا بنعمل كل الاوبريتور اوفرلود التاني.
الليترال سافكس. الليترال سافكس ده طبعا مهم جدا، علشان لو حبينا مثلا نعمل حاجة زي كده، يعني احنا مثلا بنعمل هنا بنعمل كونستراكشن او بنعمل ديكليريشن لسترينج جديدة خالص، لو احنا ما كانش عندنا ده فساعتها مش هينفع كده، لازم نكون نكتب السترينج علشان يعرف الكومبايلر يعرف ان احنا عايزين نعمل اوبجكت من الكلاس سترينج ونحط فيها اللو، وكذلك في حالة وورلد. ففي الحالة دي بنحط underscore s علشان نقول للكومبايلر ان ده هيكون اوبجكت من الكلاس اللي هو السترينج دي. طبعا حاجة زي بتعمل ايه، زي بتخليها يعني بتخليها نايس شوية ان احنا نشوفها بدل ما نقعد نكرر في السترينجز. بكده يكون طبعا مثال بسيط، وبيخلينا ان احنا نتعامل اكتر مع الكلاسز، الاوبريتور اوفرلودنج، الكونستراكتور كوبي والموف. دي طبعا كلها حاجات مهمة وتعتبر من اساسيات السي بلس بلس. كذلك عندنا هنا الاكسبشنز، شفنا الاوت اوف رينج اكسبشن. هنا مثلا اللي عندنا ال std function move، في الحالة دي ان احنا هنعمل كول لل move constructor. هنا في الحالة دي بنعمل ال copy assignment وهنا ال copy constructor. بنعمل build و debug للبرنامج ونشوف ايه اللي هيحصل. هنا السترينج اللي طبعا عملنا لها بنعمل لها كونستراكشن. هنا لما تشوف السايز لسه ما تحددش، هنا موجود الهلو هلو. بعد ما خلصنا المفروض السايز بقى 23، ودي العدد الكاركترز اللي موجودة في هلو هلو هلو. هنعمل كذلك construction للسترينج اللي بعديها. هنا بنعمل copy constructor، بناخد copy من ال S1 وبنحطها في ال S3. هنا عمل كل ال copy constructor، طبعا ال other هنا اللي هي بتكون ال S1، والمفروض ان احنا ال S3 طبعا بتاعتنا لسه ما عملنا لهاش. بنروح لل copy from، هنا البوينتر بتاعنا لسه ما فيهوش حاجة، المفروض ان هو هيشاور على البوينتر بتاع الاذر. بعد ما نخلص هنلاقيه المفروض ان هو يدينا هلو هلو. في الحالة دي عندنا السايز اكبر من الشورت ماكس، فهنروح نعمل اللوكيشن في الفري سبيس. عملنا كول للفانكشن اكسباند، هتاخد البوينتر اللي هو فيه الداتا والسايز، ضفنا له واحد علشان يكون عندنا مكان لل الزيرو تيرمينيشن. عملنا اللوكيشن، عملنا كوبي، وبعدين عملنا ريتيرن للبوينتر. البوينتر هنا بتاعنا، وده هيكون هنستخدمه بعد كده لو حبينا نضيف حاجة في السترينج. السايز طبعا زي السايز اللي جاي لنا، ان احنا عاملين بيالوك طبعا عاملين في الالوكيشن زيادة واحد، ولكن السايز بتاعنا الواحد ده اللي هو اللي بيكون زيرو دايما، والسايز نفسه بتاع السترينج بيكون التكست نفسه او الكاركترز اللي موجودة نفسه. السبيس زيرو لان احنا ما عملناش الوكيشن زيادة. الكوبي كونستراكتور كده خلصناه. هنروح للكوبي اساينمنت، دي طبعا بنعمل بروتكشن من السيلف، وقلنا ان السايز بتاعنا اكبر، فهنروح عاملين ديليت للبوينتر بتاعنا اللي موجود حاليا، وعملنا كوبي فروم دي شفناها، وبعدين نعمل ريتيرن للديز. عندنا بعد كده الموف اساينمنت نفس الفكرة، بنعمل ديليت وبعدين بنعمل موف. هنا بنعمل move طبعا عندنا اكبر، فهنروح على الالوكيشن مباشرة، بناخد البوينتر بتاع other
هنا ما عملناش، يعني ما عملناش لانها طبعا هنا move assignment، المفروض ان احنا مش هنمسح الميموري بتاعتنا، ولكن هنمسح الميموري بتاعت الاذر. لازم بس طبعا لازم ايه ناخدها منه الاول، بحيث ان احنا يخلي البوينتر بتاعنا يشاور على المكان اللي هو كان بيشاور له الاذر السايز. و هنحتاج كذلك نعمل ديليت. لا احنا ما عندناش ميموري في حالة الاساينمنت، لا في حالة الاساينمنت عندنا ميموري، المفروض ان احنا نعمل لها ديليت، اعتقد هتيجي بعد كده. هنعمل لها ديليت في الاول، اوكي، لان احنا مش مهتمين الميموري بتاعتنا فيها ايه، فاحنا هناخد من الاذر. اس 4 اس 5، هنا هنضيف علامة التعجب على الاس 5 في الاخر. بنعمل كونستراكشن لسترينج جديدة فيها علامة التعجب فقط، وبعدين هيكون عندنا سترينج هنضيفها على السترينج اللي هي موجودة عندنا الاس 5. هنا لو لاحظنا المفروض ان السايز هيبقى واحد لان فيه علامة التعجب فقط، والبوينتر هنلاقي فيه علامة صفر. لسه ما ضفناش، اوكي لسه ما عملناش كوبي. نعمل كوبي هنلاقي علامة التعجب. هنروح بقى للإضافة. طبعا هنا عندنا الكوبي الكونكاتينيشن، لان احنا عندنا اتنين سترينج، واحده اللي فيها الاكسكليميشن مارك او علامه التعجب، والتانيه اللي احنا عايزين نضيف الاكسكليميشن مارك عليها. هنعمل هنا لو لاحظنا الرينج فور لوب. الرينج فور لوب دي طبعا بنحتاج فيها ان احنا يكون عندنا البيجين والاند. هنا الاكس هناخد الاكس هنضيفها على الاي، هنضيف برضو كذلك الـ plus equal. هنا عمل كل الـ function begin، دي طبعا في الـ range for loop عملنا return للـ الـ begin والـ end، بيعملوا return لـ pointer مباشرة، ودي طبعا هنا اللي هو الـ C style. خلصنا ال begin و ال end، عرفنا فين ال pointers نفسيهم. وهنا مش هنا، هنا هيكون طبعا لان هنا ال هيرجعوا لنا ال begin و ال end هيرجعوا لنا pointer، فهنجمع مباشرة ال data اللي موجودة فيهم. هنمشي طبعا كاركتر باي كاركتر، وهناخد كل كاركتر ونضيفه على السترينج اللي عندنا اللي هي كانت اصلا اللي احنا عايزين نضيف. هنا المفروض ان الكاركتر ده اللي هو علامة التعجب. طبعا لو هيكون عندنا اتنين سترينجز هيبقوا بنفس الطريقة. نستكمل هنا طبعا نطينا مباشرة علشان عندنا، نشوف ليه نطينا مباشرة السايز 5. اوكي السايز اقل من السترينج الاولانية، كانت اقل من اقل من الشورت ماكس، معناه ان احنا بنخزن فيه الاوبجكت نفسه، وساعتها الكاباسيتي هتكون طبعا هنا مش ملهاش معنى، واحنا موجودين في الاوبجكت نفسه. فالداتا حتى لو شفنا الداتا هنلاقيها متخزنة في ال CH. فين ال CH؟ البوينتر المفروض بيشاور لل CH، ممكن نطلع فوق شوية كده.
هتصير تشيل فيها الداتا، وبعدين المفروض ان احنا حطينا الاكسكليميشن مارك في الاخر. نرجع تاني للمكان اللي كنا فيه، وبكده نكون نهينا عملية الإضافة. هنا الديستراكتور، احنا ضفنا ليه الديستراكتور بيتعمل له كول دلوقتي؟ بيتعمل له كول ان احنا عندنا اتعمل تمب اوبجكت حطينا في الاكسكليميشن مارك وبعدين نقلناها للS5، ولما خلصنا النقل ما عدناش محتاجين التمب اوبجكت، فعلشان كده اتعمل له ديستراكشن. فمفيد جدا عملية الديباج، بتشوف ايه اللي بيحصل بحيث ان انت تبقى فاهم حتى تتوقع الخطوة اللي بعديها ايه، فيخليك ان انت يعني ما طبعا هنا في حاجات كتير في السي بلس بلس، الاوبجكت والكلاسز والكونستراكتور والحاجات دي، في حاجات كتير الكومبايلر بيعملها اندر ذا هود وممكن ان احنا ما ناخدش بالنا منه. فطبعا علشان نفهم كويس لازم نكون عارفين ايه اللي بيحصل اندر ذا هود. في كمان موقع اسمه كومبايلر اكسبلورر، ده بيخليك تشوف لو انت كاتب كود زي كده وتحطه في الكومبايلر الاكسبلورر، هيروح عامل لك صورة زي ما هيشوفها الكومبايلر، بحيث ان انت تفهم اكتر الكومبايلر ده طبعا مفيد في حالات مثلا زي اللامدا اكسبريشن. هننتقل لعملية جمع اتنين سترينجز. هنا طبعا رحنا للفانكشن الاوبريتور بتاع الجمع مباشرة، وهنا كذلك عندنا عملنا اوبجكت جديد. الاوبجكت الجديد ده بنعمل له ريتيرن هنا. الاوبجكت الجديد ده خدناه من ال A وهنضيف له ال B. لو رحنا ليه هنا عملية الإضافة، عندنا الإضافة للاتنين. طبعا بنعمل constructor الأول، خلينا نعمل skip وبعدين هنا طبعا هناخد كل element من ال B، وهنروح طبعا هنا اللي هيتبعت لنا كاركتر. الكاركتر ده هنحطه في الايه، هناخد من البي كاركتر نحطه في الايه وهكذا لحد ما نخلص. طبعا هنا لو نشوف الاكس عندنا او نشوف عندنا الايه فيها ايه، فيها هلو، وهنا البي فيها ورلد. فهناخد البي، فالمفروض ان احنا الاكس اول حاجة هتبقى الدبليو اللي هي اول حرف في الورلد. ده بيشاور على الورلد، المفروض ان احنا جالنا دلوقتي ال W. هي دي بتكون بوينتر طبعا لان هي كونستشار، وهكذا لحد ما نخلص. خلينا نعمل escape، وكده خلصت عملية الجمع. في النهاية طبعا ده الـ output stream، والـ out stream برضو كذلك اعتقد شفناه برضو مثال عليه المرة اللي فاتت، ما فيهوش اي حاجة غير ان احنا بيجيلنا طبعا الـ C out بيكون من الـ type output stream، فعلشان كده اللي بيجيلنا هنا الـ C out بنروح حاطين فيها الـ data اللي احنا عايزينها. لازم هنا ال C out من ال type بتاعها، هنا ال C out ال type بتاعها output stream أو stream. وآخر حاجة لل literal suffix، طبعا هنا بيكون عندنا ال size، وده مش محتاجنهاش في حاجة ولا مجرد إن هو dummy فقط من ال definition بتاع ال literal suffix. بكون بكده نكون وصلنا لنهاية كلامنا النهاردة، ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.